يا صباح الخير على كل مشاهدي شبكة ان تي ان ناين لايف. نهارك سعيد، يوم سعيد على كل اللي بيتابعونا، يوم سعيد على مصر كلها ان شاء الله. والاحداث يعني واضح ان هي زادت عن حدها في الشارع المصري الاسبوعين اللي فاتوا، يعني من البرلمان للجنة التأسيسية لدستور جديد لرئيس منتخب، يعني حكاية بصراحة كبرت. بس يعني اكتر حاجة بصراحة اثرت على الناس الفترة اللي فاتت هي ازمة البنزين والسولار. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عليها في وسط فقراتنا، وهنحاول نتابع اللي بيحصل في الشارع المصري. صباح الخير عليكم. صباح الخير يا صباح مال. الخير. صباح الخير يا صباح شيخ صادق. الخير. صباح الخير مشاهدينا، وزي ما قلنا النهارده هنحاول نتكلم على كل ما يشغل الشارع المصري، ولكن كمان بنحاول ايضا نتكلم على شخصيات مهمه ومواضيع مختلفه، يعني بنحاول ناخد شويه زي ما بيقولوا كده ايه راحه من الاحداث المتلاحقه. والنهارده هنتكلم حقيقه عن شخصيه متميزه جدا، يمكن في دوشه الاحداث اللي كانت حاصله وقت كمان ما رحل عننا ما كانش عليه تسليط الضوء الكفايه، ولكن كان فعلا محتاج هذا التسليط. دكتور ابراهيم الفقي الحقيقه شخصيه متميزه جدا جدا رحمه الله، زي ما بيقولوا كده نفع ناس كتيره جدا بعلمه. 700 الف متدرب اتدربوا على ايده على مستوى العالم. هو طبعا كان خبير في علم التنميه البشريه، وكان من اوائل الناس اللي دخلوا واللي حافظوا واللي يمكن كمان اثروا في هذا العلم في مصر. هنعرف اكتر عن دكتور ابراهيم الفقي وعن هذه الشخصيه المتميزه، وليه هو شخصيه كانت متميزه، من خلال الضيفه النهارده هتكون هي دكتوره عطيات الصادق، وهي كانت مساعده لدكتور ابراهيم وايضا هي خبيره التنميه البشريه. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير مي، صباح الخير شريف، صباح الخير مشاهدي النايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. اخيرا الجمهور المصري ابتدى يتفرج على الاهلي والزمالك، لكن طبعا اكيد مش في القاهره ومش في ملاعب او المنتخب المصري او في النوادي المصريه، لكن مع النوادي الافريقيه. النهارده عندنا فقره خاصه بالماتشين اللي اتلعبوا امبارح، ماتش الاهلي وماتش الزمالك، مع ضيفنا الناقد الرياضي ايهاب الخطيب. الاستاذ الدكتور ابراهيم زهران هو خبير الشؤون البتروليه اللي هيبقى مع مي عشان يتكلموا على موضوع البنزين. وعندنا النهارده على فكره مجله كلنا اكيد بنعرفها اجيال ورا اجيال، 80 سنه مرت على ظهور مجله الكواكب. هيبقى عندنا فقره خاصه بالاحتفاليه اللي هم هيعملوها خاصه بمجله الكواكب، وهو الاستاذ هشام الصواف رئيس تحرير مجله الكواكب. خلينا نبتدي الصحافه. استاذ عماد خليل صحفي بجريده المصري اليوم. خلينا بعد الفاصل.